السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مباشره من مدينه تمارا، والجديد ديال عمليه الهدم المتعلقه بالشقق، عمليه الهدم المتعلقه بالشقق اللي رابوا في مدينه تمارا وخلاو اكثر من علامه استفهام تطرح. عمليه الهدم اللي تكبدات الشركه فيها خسائر ماديه كبيره، وكيف ما كتوضح الصوره جميع دوك العمارات اللي رابوا والشقق اللي رابوا، فكان ضروري خاصه داك الشيء يخرج من هنا ويتحيد باش ما يشكلش خطر على الناس اللي غيكونوا خدامين هنا او اللي غيخدموا في انتظار ان شاء الله استئناف الاشغال. كما كتشوفوا معنا اليوم كنظن رقم 18، اليوم 18 يوم من بعد ما انطلقت عمليه الهدم، وكما كنشوفوا هذه الاجواء انسحاب مجموعه من اليات الهدم، لكن مطالب الساكنه تسريع المساطر من اجل انطلاق عمليه البناء من جديد، من اجل انطلاق الاشغال من جديد. الكل يناشد السيد الوالي من اجل التدخل لاصلاح ما يمكن اصلاحه، لان كما كتشوفوا معنا صراحه خراب كبير. هنا ربما كنشوفوا واحد الاله اللي باقا هنا، يعني كتفيني داك الارض، يعني ديك الفورمه كما كنقولوا للضاله ديال الارض، هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا ما بقى حتى شي حاجه من داكشي اللي كان، صراحه خسائر كبيره جدا. نتمنوا من الله الخير، نتمنوا من الله ان تسوى الوضعيه والناس يدخلوا للسكن ديالهم في القريب العاجل. هنا كنشوفوا مجموعه من الشقق اللي واجده للتسليم ان شاء الله، هنا كذلك كنشوفوا مجموعه من الشقق اللي واجده للتسليم. كنشوفوا ان الشركه يعني كانت دايره مع الساكنه انها غيتسلموا في شهر 12 وشهر 4، حتى جا هذا الشيء اللي وقع. فكنتمناو من الله انه يتصحح ما يمكن تصحيحه باش الامور تمشي مزيان، لان احنا في واحد الوضع، في واحد الظرفيه ديال كفى من الهدم، نعم للتسوية. صراحة عشنا واحد المشاهد مؤلمة، واحد الرعب عاشوه الناس، واحد التدمر في الوقيتة اللي كانت العمارات كيطيحوا هنا. فرسالتنا المسؤولين، نعم لتسهيل المساطر، كفى من عملية الهدم، نعم لتسهيل الإجراءات من أجل البناء. الكل يعلم أنه منك تحط الملف ديالك على أساس الترخيص فكتمر 60 يوم ضمنيا راك مرخص. ما وقع بمدينة تمارا يطرح أزيد من علامة استفهام. كنهضروا على شركة مغربية، صاحب الشركة مغربي قريب من المواطنين، علاقته مع المواطنين واحد العلاقة اللي هي جيدة، واحد التلاحم كبير بين الزبائن وبين الشركة، واحد تضامن كبير بين الساكنة وبين صاحب الشركة. ولي صراحة في ظل الأزمة وفي ظل المشهد المؤلم اللي صراحة عشناه كاملين، فكنشوفوا انه كان واحد التلاحم واحد التآزر هنا. هادشي اللي كان كيدل على شي حاجة، فهو كيدل على ان الشركة الزبناء ما كتعتبرهمش زبناء، فكتعتبرهم عائلة، وكذلك الزبناء ما كيعتبروا الشركة شركة بكثر ما كيعتبروها دارهم الثانية. فنتمناو من الله الخير، ونتمناو من الله ان الوضعية تسوى في القريب العاجل، لاننا كنهضروا على واحد الشقاق في واحد المكان مميز، إقامات محروسة على شارع طارق بن زياد، على الشارع الرئيسي ديال شارع طارق بن زياد، 5 دقائق
العاصمة الرباط وخمسة لاكار ديال تمارة وخمسة دقائق تلقى راسك في طريق السيار. فهذه كلها مميزات ديال الشركة ديال جيا العقارية. نتمنوا من الله ترجع قوة من اللي كانت، ونتمنوا من الله الخير للجميع، ونتمنوا من الله أن الوضعية تسوى في القريب العاجل، لأن الساكنة ما غير تحلي البال حتى تشوف انطلاق الأشغال. والحمد لله كنشوفوا أزيد من 70 الآليات اللي كانوا كيساهموا في عملية الهدم انسحبوا من المكان، إلا أننا كنشوفوا أن القوات المساعدة ورجال الأمن الوطني لا زالوا في عين المكان. نتمنوا من الله الفرج في القريب العاجل، نتمنوا من الله تسوية الوضعية وتسهيل المساطر باش نشوفوا الأشغال عما قريب. نتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. هذه هي المشاهد الحصرية لمكان عملية الهدم، المكان عملية الهدم مشاهد حصرية كما توضح الصورة. هنا شارع طارق بن زياد، في انتظار التسوية إن شاء الله، في انتظار الفرج، في انتظار عودة الأشغال. نتمنى من الله أنه في القريب نشوفوا الأشغال، لأنه كاين أسر اللي مساكن كارين، كاين أسر اللي شارين هما كارين، كاين اللي جالس غير مع أحبابه، وكاين اللي غير مديباني السكن ديالو، كان داير واحد التاريخ في باله أنه غيدخل الشقة ديالو، حتى كيتفاجئوا الناس في الوقيتة اللي كانوا غيتسلموا المفاتيح، كيتفاجئوا بعملية هدم صادمة. فرسالتنا للسيد الوالي، المرجو التدخل من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه، لأننا في زمن البناء وليس في زمن الهدم. في زمن تسريع المساطر وتسهيل الإجراءات كما أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هادشي صراحة اللي كنشوفوه غاب في مدينة تمارة، واللي أدى الإطاحة بمجموعة من المسؤولين الكبار في مدينة تمارة. ففي انتظار الفرج، والفرج هو انطلاق الأشغال، ولا شيء غير انطلاق الأشغال وعودة الأشغال في القريب العاجل. الى هنا متتبعينا الكرام، غادي نخليكم، نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.